السلام عليكم، صباح الخير. ان شاء الله دائما تكونوا بخير وصحه وسلامه. صباح جميل من فاس، صباح روعه. فاكرين في مدرسه المشاغبين لما قاعد يقول المطر فشت فشت؟ من جد كده المطر الان فشت فشت، يعني حاجه كده روعه. وانا اعز المطر لما يكون كده، يعني نحن نقول عليه هتان، هو اقل من الهتان. هذا شارع لاله مريم، خلفي محطه قطار فاس. هذه محطة القطار حقت فاس. أنا اخترت الموقع هذا لأنه عاجبني كده منظر المدينة من خلف المحطة. هي المحطة الوحيدة اللي في مدينة فاس عموما. ما أدري تحبوا نعطي معلومات عن القطارات وكذا. هذا الشارع شارع للا ايش؟ للا مريم. أيوة للا مريم. هذا هو الشارع. وهذا المسجد اللي كنت فيه البارح، والله دائما انسى اسم المسجد هذا، كل شوية اسأل عنه وانسى اسمه. طيب عموما صباح خير جديد، يوم جديد، وكل شيء صحة وسلامة. لا عشان هنا في ناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح بسيط كده، مفصل، بسيط ومفصل عن القطارات. القطارات اوكي. هذا مثال على محطة قطار في المغرب. تنزل هذه عن المنطقة اللي تخرج منها من القطار، اوكي، سموها الاغار. اوكي، تخرج منها طبعا جوا. انا ما دخلت بس عشان موقف السيارات، فممكن اللي زي كده حديث تلاقي جوا يعني كافيه ومطعم والى اخره، شركات الاتصالات وزي كده. اوكي، تخرج اللي مو مستاجر سياره، وتعرفوا دائما انا انصح بعدم استئجار سياره، بتخرج كده من المال تلاقي التاكسيات هذه فاس، والتاكسي الصغير هذا اللي هو الاحمر. طلع في فاس التاكسي لونه احمر. طبعا في كل مدينه، مش كل مدينه، احيانا تلاقي اللون ازرق، احيانا اللون اخضر. ما هذا هو التاكسي الصغير. شايفين المرسيدسات هذه والسيارات البيضاء هذه اللي يسموها تاكسي كبير. تبغى تخرج من المحطة وتروح مثلا أحياء قريبة داخل فاس، حتاخذ التاكسي الصغير. تبغى تروح المناطق اللي بعيدة، يعني أو يعني شو يقولوا لها، يعني خارج فاس أو محطات أو زي كذا، حتاخذ التاكسي الكبير. هم حيقولوا لك التاكسي الصغير، يقول لك أنا ما حروح، خذ تاكسي كبير. هذا تلاقيهم واقفين هنا. ما بعرف، انا دائما ارجح انه الواحد ما ياخذ، شوف هذه تكاسي كذا واقفه، لا تطلع على الشارع وتاخذ من التكاسي اللي ماشي على الشارع، يعني يكون واحد ماشي كذا. هذه دائما انا انصح فيها، والله اعلم. يعني كذا ان شاء الله يعني حاجه بسيطه وتكون مفيده باذن الله. السلام عليكم مرة أخرى. هنا رجعت أنا للقلعة القديمة. هذه نموذج للجداول والطريقة، يعني ري المدينة القديمة. تشوف هناك كذا، حتدخل حديقة اسمها حديقة المسيرة الخضراء. هذه طبعا المعلومات عن الحديقة. طبعا احنا ما نحب نقرأ، هذه اقرأوها براحتكم بعدين.
هذا مسطح مائي في الحديقة رائع صراحة. هذه طريقة السدود الصغيرة القديمة هذه. هذه لوحة يعني ايش نقول، للتذكير او للتاريخ للالة حسنة. هنا نشوف اللالة حسنة اشرفت على اعادة تأهيل الحديقة جنان السبيل عام 2010، اهتمام بالحدائق التاريخية والاماكن التاريخية وتراثنا. يعني هذا مسجد اللي صليت امس فيه الظهر واليوم برضو الظهر في ابي الجنود. مسجد ايش؟ ابي الجنود. بس بدي اوريكم الزخارف اللي فيه. هذه السقوف القديمة اللي هي كانت تزخرف بالخشب بالطريقة هذه، لكن ما زال يعني فيها صراحة جمال ورونق. وقفوني برضو يقولوا لي انت مسلم ولا لا. فهذا ايش كنا نقول، عام 800 تقريبا ميلادي، 807 بالمعنى الاصح، حكم هذا مولاي ادريس او المولى ادريس، وهنا دفن. طبعا تحفة معمارية اللي انتم شايفينه. هذا طبعا هذه نافورة، كانوا زمان يستخدموا الطريقة هذه في الوضوء. يعني طلع هذا الضريح، وانا من اول اسال عنه فعلا الضريح. هذه انواع الحلويات اللي في فاس، هي طبعا قريبة من ضريح ملا ادريس. الحاجة هذه قلنا شنو سميتها؟ هذا هذا سميته جبر. جبر جبر. هذا كوكو معسل. كوكو معسل. زنجلان. زنجلان. هذه النوقة. هذه النوقة. هي هذه تاع الكوكو. هذه تاع اللوز. مزيان. هي هذه هي هذه الفلالية. ها هذه الفلالية. واخ مزيان. شكرا. هذه منوع. منوع خلطة. خلطة. شكرا أخوي.
هذا المكان سقط أوائل شهداء معركة 1363 الموافق 1944 إيش؟ إثر تقديم عريضة المطالبة بالاستقلال. للأسف جامع القرويين مسدود. هذه المحلات تكفل بها الملك على اساس يعيد الاماكن هذه كلها, يعيد انشائها وترميمها وتصليحها وزي كذا, فبالتالي مسدوده. الناحيه الخارجيه للضريح على اساس الغير المسلمين يعني يكونوا واقفين يشوفوا. يلا ريم. اسمي محمد. غابور في نفس الوقت جيد. يو بغيت اسمع الراب تاع يو بغيت اسمع الراب تاع هاد المدينة. شتعبنا هاد المدينة غتصور معنا غايب ميلين مدينة بلاد وات الفور ميد مي بلاد رو بوكاش في الباش باش كنت نتفعلها بلاش انت نتحس بخراش بلاد ايل بي او وي بي بوي بلاد ماي فراو اللي واي في بي يا يا البي بسال بلاد بيتو بلاد الشيشات تاع الموناليزا دا طرات فيا بزاف وليت عاطه والجزر مابقيت نخاف. قلت لهم نشوف دخلت لحد جيني لا تكون باطه بدم اي موت منها زبدت بل وشام زبدت دراب مشمتا فروايت لحد ما كان خاص في موري باطه بجزيات يوم اللي هاي هذا التراب اي واحد من بلي ماكسيم ومالاد مريض عليك بكتب بول موز تغزالك انت كريزي وانا حمق ما اديش فيه يا البيت لي انت وجدت مشيت تاع كاليفورنيا وجبت تاع دومين يو برافو. ورنا الفيديو دابا. ايوه السلام عليكم. هذه استنيت عليه فتح لي صلاة العصر. نطقوني الشهادة هنا والله. فين؟ اخوك. والله مواقف جميلة جدا. طلبوا مني الشهادة و... سبحان الله. مو راضي يصدق ان انا مسلم. اقول له السلام عليكم يقول لا دير الشهادة. يا ريتني سجلتها والله. من نحن الان في جامع القرويين. هذا يدير الوضوء. يدير الوضوء. الوضوء من هنا. هذه الساحة. جامع القرويين. طبعا جامع القرويين فاس او يعني زي ما يقولوا هو جامع ومسجد نفس الشيء طبعا. بني في عهد الأدارسة أعتقد اسمه يحيى الإدريسي أو يحيى الأول عام 860 ميلادي تقريبا تم بناؤه. وأعتقد طبعا المشهورة فاطمة الفهرية يقال أنها صامت إلى أن انتهى البناء يعني. أنا هنا دقيق. أعتقد هذه هذا نوع من الأبواب القديمة. سبحان الله. سبحان الله. داخل المسجد. طبعا المساجد في ذيك الحقبة كانوا دائما تكون على شكل مربع ومستطيل, في الوسط بيكون يعني ما فيش سقف, بيكون فيها
الوضوء وكذا يعني. جمال فن راقي سبحان الله. ما شاء الله تبارك الله حجمه. أنا واقف في إحدى الزوايا هذه هنا الساعة حسب ما سألت يقولوا لي الساعة الظلية والساعة الشمسية، فأنا ما فهمت لها، انما في يقولوا انه ما زالت الساعة المائية شغالة بس ما هي معروضة للجمهور، يقال انه الساعة المائية ما زالت موجودة، لكن هذا يقول لك الساعة الشمسية، لكن كيف ما بعرف ايش سوى، والله ما قرأت فيها يعني كثير سبحان الله. وهذه هنا هذه يقولوا الساعة الظلية. هنا واحد واثنين سبحان الله، بس ما بعرف كيف تشتغل. شوف واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة سبحان الله، ما بعرف هل تعتبر الآن يعني، الله أعلم. أقرب لكم هي شوف الأبواب ما شاء الله تبارك الله. الزخرفة رائعة سبحان الله. هذه زيارة جامع القروين، من الزيارات المميزة جدا حقيقة. جميل، مسجد رائع يعني، كبير الحجم، ويعيد الإنسان للذكريات في الخلف، في الماضي، في الخلف يعني في الماضي. كان من أجمل الألاد أنه لما دخلت المسجد، طبعا كانت صارت العملية بشكل فجائي يعني، فقال لي ما يبغاني أدخل، أقول له أنا مسلم، أشهد أن أتى الشهادة، فقلنا الشهادة الحمد لله. طيبين، ناس حريصين يعني، أساس السياح وكذا يعني، خصوصية. هذه هو مثال على الأمثلة على الزقة. شوفوا الصعود هذا. هذه المنطقة اللي كنت فيها أنا قبل شوية، جايين من مرتفع. يا سلام على الإبداع، ما شاء الله تبارك الله. هذه المنطقة اسمها الميرينيا، ميرينيا أظن، ميرينا حسب ما فهمت يعني. هذا طبعا مدينة فاس، لكن مدينة فاس ترى خلوا بالكم، ترى في، انا مش قادر اعمل زوم لانه ميل نفسي، ما زال ترى على هناك فاس ما شاء الله تبارك الله. الله يعمرها ويحفظها ويحفظ المغرب وكل بلاد المسلمين. شايفين
هذيك المنطقة والله كلها مدينة ما شاء الله تبارك. هذا إن شاء الله يجي في الليل نصور عشان الطريق واضحة مهمة. طبعا عشان العشاء رجعت الى نفس برج فاس لانه كل الاماكن على قولهم سادين. هذه المرة طلعت على البلكون وهذه الاطلالة البلكون. طبعا انا ما بدي اصور الناس هم بياكلوا. نسيت اقول لكم هذه الفندق ده اللي هو اسمه قصر المدينة بالا مدينة. والله قريت وانا من الناحية الاخرى. الهواء جميل جدا. هذا وجبة البيتزا اليوم طبعا اخذتها من مكان ما هو معروف ما ادري ايش اسمه كده والله. المهم يعني مش بيتزا هات ودومينوز بيتزا وكده سعرها 30 درهم يعني بصراحة مذاقها رائع جدا جدا جدا. السلام عليكم. طبعا انا رفعت قبل شوية فيديو مقطع فيديو ان انا مش قادر احمل مقاطع فيديو يعني في مشاكل في النت وكذا وحتى النت حق الاوتيل ما قدر. طيب اليوم ملخص او اشياء ملاحظات على الاشياء اللي حصلت اليوم. ايش النور هذا كذا انا قلت اخذ بوزيشن حلو كذا خلف الشلالات بس الضوء مش حلو ما بعرف حاسس وشي كذا المهم والله في كذا فكرة كانت في راسي خلي انا بلاش اخذها بالترتيب اللي يجي على بالي. الشاب اللي الولد الطفل الشاب الصغير في العمر والكبير ما شاء الله في يعني في ادائه وعمله هذا كلمني وانا ماشي قال لي الطريق اللي انت ماشي فيه مشدود اللي يودي على جامع القرويين ولكن تعال اوديك على طريق ثاني وداني وكان كلامه كده واسلوبه حلو يعني يتكلم بطريقه حلوه وكده صوته هادي كده ومحترم ومؤدب فعجبني الولد يعني طريقه عجبني طريقه يعني تعامله كده سبحان الله حبيت انه اقول اسوي له مقطع خاص. المشهد اللي من فوق شفتوه وانا بصور الاماكن دباغة الجلوس ما كنت اقدر اتكلم لاسباب سرية يعني ابغى اشرح وانا اتكلم مش قادر. المهم المنظر اللي شفتوه والله ما بعرف يعني حاولوا تتذكروه وكلامي طبقوه على نفس هذا. انا من فوق بصور على اليسار في البدايه اول ما بياخذوا الجلود بيغسلوها بعدين بينشفوها بعدين بيحلقوا يعني يفرجوا الشعر بيحلقوا الشعر منها بعدين انا حاسس الصوت مش مسموع عندهم بعدين بينشفوا طيب و يرجع ايوه الجلد الناعم الخفيف يودوه لناحيه معينه اللي على اليسار واللي على اليمين الصباغه اللي هذه هو المفروض انا كنت اشرح بس عادي ما كنت اقدر اشرح صراحه. والله ما بعرف كمان الله يسلمكم ايش في كذا نقطة والله كنت بتكلم فيها بالخير اليوم. طبعا الجو رائع اليوم هذا في باس حقيقة رائع جدا
يلا خلينا اذا افتكرت حاجه ارجع لك. هذا شارع محمد الخامس في الليل، صورت لكم وانا في النهار. هذا امتداده كده على فوق. ايوه في نقطة كمان اتذكرتها، الهوتيل اللي انا ساكن فيه، ومفروض كنت اقول ده الكلام اول ما خرجت من الصبح، اول ما بخرج من الصبح كان في بالي اني اقول لكم الكلام هذا، ساكنين كله اوروبيين، لقيت هوتيل رخيص سبحان الله 350 درهم اليوم، ومستوى النظافة طبعا اهم شيء عندي مستوى النظافة. النظافة يعني جيدة متوسطة بس يعني جيدة، مش انه واحد مقبول، ما فيش يعني اي مشاكل في النظافة. فعجبني الهوتيل، طبعا زي كده الهوتيلات اللي زي كده بتلاقيها مليانة اوروبيين، ما تلاقي فيها اي جنسية عربية يعني، فمليانة اوروبيين. فمن الصبح الساعة 6 طوخ طير، تسمع البيبان وهم رايحين وهم جايين، ودو دو 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 6 صباحا ما شاء الله تبارك الله. الساعة 10 تلاقيهم كلهم متجمعين تحت في اللوبي، 10 ونص كلهم كده عندهم انترنت ومش عارف ايه، بياخذوا الانترنت اللي في اللوبي وبدون ايميلات او شيء ما بعرف. 10 ونص كده 10 وشويه ما تلاقي ولا احد، نوم. الساعه 6 صباحا طاخ طيخ طوخ، لانه البيبان لها اصوات. ايوه اوتيل 5-3 نجوم، فلا اصوات البيبان وكده مش بذاك الشكل يعني. المهم بتلاقي هذه معركة. طيب أنا منتظر المعركة تنتهي عشان أروح. طيب فهذه سبحان الله يعني أما الفطور لما عجزت الهوتيل قلت لي ترى في إفطار الساعة جسمه الساعة ضايل 6-10 إفطار. الحمد لله الحمد لله، دائما الواحد يحمد ربه على النعمة. الحمد لله وسبحان الله الأوروبيين يعني ما أعرف يعني أعتقد ما أقل واحد فيهم ما شاء الله ياخذ 1000 يورو يعني 10000 درهم، لكن سبحان الله يحاولوا يقتصدوا بأي طريقة يعني. الفطور ما فيش يعني فطور حق يعني الواحد كده بس انه ايش اوكي فطر. هذا شباب اطفال بيلعبوا يعني زيتون اسود واخضر، خبز مربى، وجيبوا هذا اللي يجي في المثلثات هذا بس. والشاهي حاطط لي حاطين في براد 10 متر طوله، حاطين 3 حبات ليبتون. فلما قلت له ايش هذا قال لي الناس يحبوه خفيف، واعطوني ليبتون صراحه يعني عشان ازيد عليه. فالحمد لله يعني كويس يعني الواحد مش عشان ليبتون وما ليبتون، هذا من باب الذكر بالشيء. النقطه الاساسيه الاوروبيين يعني عجبوني، يصحوا من بدري ويطلعوا يتمشوا، واشوفهم ماشيين في مسافات بعيده يعني سبحان الله. ما بعرف تصبح على خير اذا شيء جاء على بالي. انا طبعا جالس في الحديقه هذه الساعه 11 في الليل، ما جاني النوم اليوم ما بعرف ليه، مع اني صاحي بدري. والجو روعه 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 روعه. بقول لك انه النباتات في الليل طلع ثاني اكسيد الكربون. فين؟ فين ثاني اكسيد الكربون؟ اوه لو انت تحس الاكسجين من الحشيش.
في حاجة دوبي افتكرتها وأنا أقول لكم إياها. باغي أقول لكم إياها. المناطق هذه اللي يعني بصور لكم إياها اليوم في فاس وأمس، يعني ممكن تلاقوا فيها شوية لخبطة، عدم تنظيم وكذا، لأنه بتطلع معايا فجائية يعني بدون تخطيط. ما بعرف لو أحصل الفلوق حق مراكش، مراكش رحتها كثير أنا، فممكن يعني أكيد لو نوعا ما فيها تنظيم أكثر وترتيب أكثر، ويعني نوع من يعني خلينا نقول يعني احترافية في التصوير، ولا إيش أقول، ما بدي أمدح يعني، طبعا أنا عارف إن الموضوع مش للدرجة هذه. طيب فاعذروني على موضوع اللخبطة، ممكن تلاقي كذا وكذا لقطات جاية يعني الطريقة، بس لكن ممكن تكون هذه كمان شوية ايش فيها يعني ميزة أخرى وحلاوة أخرى. الناس اللي يحبوا التنظيم والترتيب اعتذر لهم، لأنه بصراحة كذا بتجي وأنا ماشي يجي يقول لك تعال أوريك السطح، تعال مش عارف أشرب شاي فوق في السطوح، وأنت ما تبي تضيع فرصة زي كذا يعني، فتصور ويجي يطلبك يعني ويبين لك يعني انه فيها يعني مبلغ او شيء زي كذا، فتربك في رفكة برفكة كثير زي كذا. لو شفتوا حق فلوق مراكش، فلوق حق مراكش وش اسمه ده شلالات وزود وكذا، حتلاقوه منظم، لانه رحت كذا مرة كذا مرة، فبتوقع حتى قاعد اقول لكم ترى ممكن تلاقوا الناس يستقبلوكم من بدري ويقول لكم يعني لو ترجعوا لها تلاقوه منظم اكثر. ليش؟ لانه متعود على مراكش، فاس ما تعودت عليها، فهذا اللي بيحصل. من المواقف الطريفة اللي حصلت اليوم، طبعا انا في المدينة هذه القديمة ولا داخل الاسوار، السوق القديم يعني، طبعا يجوك الشباب يعرضوا خدماتهم وكذا، فواحد اللي قلت لكم عليه داسي محمد لطيف وكذا، المهم اللي صمم يوديني عند حقون زيت الارقان هذا، وانا خلاص زيت الارقان هذا شفته على شبعت يعني. وتعرف لما تدخل محل يقعدوا يعرضوا لك هذا الزيت وطبيعي 200% وفي اوروبا يتباع بكذا، و يعني اللي يحرجوك انك ايش تشتري. وانا خلاص يعني زيت الارقان من ايام اقادير وهذا عارفه يعني، ف الا صمم فجاه كده لقيت نفسي قدام محل اللي يبيع زيت الارقان، انا ما اعرف صوتي مسموع ولا لا، فانا تفاجات اني لقيت نفسي قدام المحل زيت الارقان، انا طبعا سيدات وكذا اللي بي هذا، فانا وقفت كذا قلت له لا ما بغيش، فسمعت السيده اللي جوا هنا قالت صافي لا يكلف الله نفسا الا وسعها. كانت زعلانه، انا كانت رده فعلي كذا شويه انا يعني تفاجأت، فكانت ردة فعلي يعني ممكن يكون فيها نوع من ال يعني كثرة الذوق يعني، فهي يعني انصدمت من الرد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أرجع أقول لكم تصبحوا على خير، إذا تذكرت شيء وما جاني النوم أسجل لكم، والله يسهل إن شاء الله وأقدر أرفع هذه البطارية، بس الحمد لله الشحن غلقنا موضوع الشحن، جانا موضوع الرفع حق الافلام الفيديوهات، بس التصوير يعني دعت الواحد بيصور حتى لو ممكن بعد كده يلاقي وقت يرفع، يلاقي وقت يلاقي انترنت قوي يرفع، لكن المشكله كانت عدم وجود الشحن. يلا السلام عليكم.